في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكالها. تمكن أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بسكيكدا في عملية نوعية من حجز أكثر من 5 كيلوغرام من مادة كيف المعالج وتوقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 37 و 43 سنة. العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدا، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج كمية معتبرة من المخدرات كيف المعالج ببلدية سكيكدا والبلدية المجاورة لها على متن شاحنة. بعد تأكيد المعلومة تم وضع نقطة مراقبة بطريق الوطني رقم 3 وتكثيف عملية التفتيش. تم توقيف الشاحنة سالفة الذكر ليتم إخضاع سائقها لتفتيش دقيق، حيث تم العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 500 غرام مخبأة بإحكام بلوحة القيادة داخل كيس أسود. مواصلة الإجراءات القانونية وتبعا للتفتيش الصادر عن سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم العثور على كمية تقدر بأكثر من 4.5 كيلوغرام من المخدرات. فور الانتهاء من إجراء التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.